القارئ التركي محسن كارا الفائز بجائزة أجمل أذان في مسابقة عطر الكلام يقول: أول أذان صدحت به كان على طريق الأذان المدني والمكية، فنال استحسان اللجنة وهو ما نقلني للمرحلة المقبلة. ويضيف: المصادفة قادتني للفوز بمسابقة الأذان بالسعودية. نشاهد. اسمي محسن كارا، الآن عمري 32. أنا أصلا في مدينة الوان وفي شرق تركيا. أنا تعلمت اللغة العربية في الثانوية أئمة والخطباء في الوان، وبعدين سافرت إلى إسطنبول للتعلم اللغة العربية وللتعلم القراءة القرآن والمقامات الصوتية. بعدين سافرت إلى مصر في سنة 2009. بعدين رجعت من مصر 2011، وبدأت في إسطنبول في قناة التلفزيون والراديو، يعني شغلت هناك. بعدين في سنة 2016 أتيت إلى السواس، مدينة السواس، ومدينة السواس شهر خشلة، وكنت إماما في المسجد، وأنا أنشد الأناشيد الدينية باللغة العربية والفارسية والتركية والكردية. طبعا هذا المسابقة صعب جدا، لأن هذا المسابقة يعني بين الدول العربية، ليس بين الدول العربية فقط، كل الدول يعني يأتون هذا المسابقة. وهذا المسابقة كان في الدول السعودية، وأنا أديت هناك بالطريق الحجازية، يعني بطريق المسجد النبوي ومسجد الحرم، وهم اللجنة التحكيم، يعني اللجنة التحكيم أعجبوا كثيرا هذا الشيء، لأن واحد من الأتراك جاء من تركيا وهو يؤدي بطريق الحجازية بطريق المسجد النبوي، أعجب كثيرا هذا الشيء. هم قال لي يعني: كيف تعلمت هذا الشيء؟ أنا قلت لهم يعني إلى لجنة التحكيم: أنا درست في مصر بالطريق الحجازية وبطريق العرب. هم قال لي يعني: هذا عجيب جدا، لأن يعني حلقك الترك، ملابسك ترك، ووجهك ترك، يعني كيف تؤدي هذا الشيء؟ الحمد لله أديت بطريق الحجازية وبطريق المسجد النبوي. بعدين هم قال لنا: هذا شيء جميل جدا، يعني أحسن شيء، ونحن نريد شيخ عفاسي هو في لجنة التحكيم. هو قال لي: